لا علاقة لنا بالسجن، بل نحن أحرار. هكذا يوصف هذا المشهد الذي جهز فيه هؤلاء السجناء أمتعتهم منذ الصباح الباكر لمغادرة السجن، حيث شملهم العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو وفقا للقرار رقم 07 الصادر في 30 من ديسمبر عام 2021 والمتعلق بالجرائم التي تمس سلامة الدولة وجرائم أخرى. معكم ما خلاص مرق الأمسي ده عشان بدور الناس ده كله كويد أنا يبقى واحد مرات عنين المرقنا ده مرات فرحانين أهلوا لي كثير بس نلقاه كوانا دول يالي دول قريب سنة كام قيدين ده alum da mahelu le maro ile semte dola ni sukurum katir lo lena gajin tu mezon dare wa sanina libre kalas da ta dil mare عددهم الاجمالي 44 سجينا هنا بسجن كليسيم. تلقى 22 منهم شهادات تؤكد براءتهم من قبل وزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحبو بحضور رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كل هؤلاء الناس كلهم من كل خلوب دونك اليوم جينا انتنام شهاداتهم ودون من بعد هذا الوقت هم الناس أحرار مواطنين دفوا ثمن هنا خطأ حقهم اللي قدموه لكل المجتمع وشندا خضاع سجنام. واليوم نطلب من كل إنسان بطن ما يخطأ من جديد شان يقبلوه بطن يجيبوه يسجنوه. إلى جانب سجن كليسيم يوجد سجناء آخرون شملهم هذا العفو وفقا لحامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان محمد أحمد الحب، وذلك بسجون كل من كوروتورو مندو سار وأباشا.